في البداية عايزين نفهم أسباب ارتفاع حجم الصادرات إلى الدول الأفريقية. طبعا احنا الارقام طلعت من الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء، واضح جدا ان في زياده في الصادرات الى القاره الافريقيه 22 عن العام السابق ب 15.5%، ونتوقع ان شاء الله في 23 يكون في زياده اخرى، وده كان له اسباب عديده. اولها طبعا احنا عندنا اتفاقات تجاريه كبيره جدا مع القاره الافريقيه، سواء كان الكوميسا او اتفاقيه دول غرب افريقيا او الاتفاقيات الاخرى اللي في جنوب الصحراء. تم تفعيل الاتفاقيات دي بمجرد ما تولى سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان في دور كبير جدا لمصر في القاره الافريقيه. وتم ايضا عمل دبلوماسي لفتح الاسواق والارتقاء بالجوده بتاعت المنتج المصري. اذا كل الشغل اللي بيتم على المستوى الاقتصادي بيبدا مردوده يبان يمكن بعد فتره شويه، ولكن نقدر نبني عليه ونزيد في ده، ونقدر ايضا ناخد ده مثال لدول اخرى حول العالم، سواء كانت الدول العربيه او حتى الاتحاد الاوروبي. طيب يعني احنا اكتر الصراعات اللي نقدر نقول لها رواج في الاسواق الافريقيه ممكن تكون ايه؟ على رأس الصناعات واللي دائما بنتميز فيها في التصدير للقارة الإفريقية هي الصناعات الهندسية. من الأجهزة الكهربائية، القارة الإفريقية بتكون عندها المنتج المصري من هذا النوع مهم جدا، يليها صناعات الملابس وأيضا صناعة الأخشاب والموبيليا، لينا فيها برضو قدر كبير جدا، والصناعات البتروكيماويه والاسمده. طب دول افريقيا بتعتمد على مصر اعتماد كبير جدا في مثل هذه الصناعات، وفتحنا اسواق كبيره، ويمكن كان ايضا التمثيل التجاري المصري له دور كبير الفتره الاخيره، وفي شغل بيتم على الارض محترم، شفناه يمكن في معارض موجوده في كينيا، في غرب القاره، في غانا، في ايضا بعض الدول زي نيجيريا من الاقتصادات الكبيره في افريقيا وجنوب افريقيا. فتح اسواق جديده ده صعب جدا يا فندم خلال هذه المرحله، يعني احنا دلوقتي بنعظم كمان وندعم الصناعه في الدول اللي هي بالفعل هي سوق للمنتجات المصريه، لكن احنا نقوم كمان بفتح اسواق جديده في هذا الظرف، اعتقد انه بيحتاج مجهود كبير جدا. وعلشان كده انا بقول لحضرتك بالعكس، احنا مصر الفتره الاخيره في هذا الملف تحديدا، التحديات اللي حصلت عالميا قدرنا الحمد لله نستفيد منها في الجائحة ووقف سلاسل التوريد تماما من كل العالم. يمكن كانت مصر في بداية الشغل وارتفاع أسعار النقل أصبحت وجهة كبيرة للمستوردين الأفارقة، وبدأوا يركزوا على استبدال بعض المنتجات من دول بعيدة مع ارتفاع أسعار الشحن، والاستفادة بأن احنا ما عندناش أي رسوم جمركية مع معظم دول القارة ولا أي أنواع من المصروفات أو الضرائب، فدي فتحت بالفعل اسواق جديده. احنا عندنا اعلى تصدير لافريقيا بيتركز في 6 دول، يمكن الرقم 60% منه في 6 دول كنا على مدار التاريخ مركزين عليهم، بقى لنا اخر 3 سنين وصلنا ل 18 دوله افريقيه بيزيد فيهم حجم الصادرات المصريه.